إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن عندنا نوعين من أنواع أهل الإيمان: إنسان يخالط غيره، وإنسان منعزل لا يخالط الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، دل هذا على أن مخالطة الغير لابد أن يأتي من وراءها ضرر، لابد. لا يمكن أن تسمع ما يسرك من كل من تعاشر أو تخالط، هذا لا يمكن، هذا ما جعله الله للأنبياء والرسل، فلن يكون لك. صفة الله عز وجل من خلقه الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل للرسالة وجعلهم أمناء على وحيه، ما جعل الله عز وجل لهم هذا المقام أنهم لا يسمعون إلا ما يحبون، فلا يمكن أن يكون لمن هو دونهم في القدر والمكانة والمنزلة.